للأسطورة جوانب متعددة ومتنوعة، فهي كما وصفها البعض بأنها متاهة عظمى. لذا نجد الكثير ينطلق في تعريفه متأثرا بجانب أو عدة جوانب منها، فتبدو التعريفات قاصرة. وقد نجد العكس، حيث يلجأ البعض إلى تعابير فضفاضة تمتاز بالمبالغة والتعابير المجازية إلى حد يفقدها الدقة والتشخيص والتمييز. الأساطير هي مفاتيح الإمكانية الروحية للحياة البشرية، إنها تعلمنا أن ننهمك في قيمنا الداخلية وأن نلتفت إلى الداخل من أجل تلقي الرسالة. الأساطير تعينك كذلك أن تجعل ذهنك على صلة بتجربة أن تكون حياً. تعتبر أسطورة وحش لاغونا الذي يحكى أنه كان يعيش في صهريج المياه البازيليكي بإسطنبول واحدة من هذه الأساطير. يارباتان تعني بالتركية تحت الأرض، وتسمى كذلك سراي لأنها كانت أسفل القصر الأول لقسطنطين العظيم، وتسمى كنيسة يارباتان بازيليكا لأن سقفها كان في عصر من العصور أرضاً لكنيسة سميت باسمها، وتسمى صهريج أو خزان يارباتان لأنه كان الصهريج الذي يغذي المدينة على مدى 1500 عام تقريباً. يعد يارباتان أكبر صهريج مائل في التاريخ القديم، ويسمى أيضاً القصر الغائر أو الصهريج الغائر، وهو أكبر صهريج ضمن سلسلة صهاريج الماء المبنية تحت إسطنبول، يقع في المنطقة المقابلة لآيا صوفيا، وقد بناه الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الأول، ثم أعاد بناءه وتوسعته الإمبراطور جوستينيان الأول في إصلاحاته، حيث أعيد افتتاحه كخزان مياه. كان الهدف من بنائه تحسين المدينة وتوفير الماء للقصر البيزنطي في حال حصاره في أعمال الشغب أو الحروب، وقد استمر استخدامه لتزويد قصر توبكابي بالماء، وليس لتخزين الماء فقط، بل هو أيضاً مثال رائع على العمارة البيزنطية. هناك اثنان من رؤوس ميدوسا في زاوية واحدة من الخزان التي تخدم كقواعد للأعمدة، على الرغم من أنها كانت ذات يوم مكاناً لإلقاء القمامة، وقد تم ترميمها وهو الآن مكان يجذب الكثير من السياح على مدار السنة. كلما غصنا أعمق وكلما بحثنا وازداد بحثنا، نجد أن العالم السفلي للماضي يعتمد على الأساطير والحكايات، فهي تعتبر اللبنة الأساسية التي يبنى عليها جدار تاريخ كل أمة من الأمم. رشيد الفطماوي لبرنامج الألوان السبعة، التركية إسطنبول.